الذرة لها لون معتاد يراه البشر، إلا أنه في مزرعة المزارع نواف القعاونة في بلدة صمة غرب مدينة إربد ذرة ذات ألوان متعددة. أبو محمد الله يعطيك العافية. الله يعطيك كريم، أهلا وسهلا فيك، حياكم الله. إحنا شايفين عندك بالمزرعة ذرة متعددة الألوان، ممكن تحكي لنا عنها؟ من أين جاءت هذه الفكرة بزراعة هذا الصنف الجديد؟ يا سيدي، هاي أجتني من شرقي آسيا، بتكمل بنتي دكتوراه وجابت لي هي 10 حبات ذرة، بدأت في الزراعة فيهن، انتجن 10 حبات ما يقارب 40 فرع، والفرع كان عليه 4 عرانيس، جمعتن ورديت زرعتن في المنطقة هاي، والمرحلة الثالثة برضو زرعت بالمنطقة الثانية على أساس إنها أكثر من البذور، ووجدت إنها بذرة هاي ناجحة وقوية جدا، يعني البذرة الواحدة بتفرع 4 فروع، 4 فروع لما تكون 4 فروع عندك كل فرع عليه 4 عرانيس تجمع، وزائد إنها استهلاكها في المي مش كثير، استهلاكها بالمية وإنتاجها 100%، وإن شاء الله إنه سبحانه وتعالى عقب ما نحصد المحصول الثالث راح يكون عندي بذور أزرع بيه 10 دلومات. التحديات هي الماء والكهرباء، يعني هذا كان تحدي كبير جدا، أنا لما باجي أسحب المي من التنك على الماتور ورد برضو أسقي كمان على ماتور البنزين، يعني كانت مشروع برضو شحاح المياه عندي مشترى، أنا بشتريها مشترى المياه، يعني مش لا عندي نبع ولا عندي أي شيء. كيف وجدت هاي التجربة؟ نجحت 100%؟ تجربة ناجحة 100% وإنتاجية وغذائية، والله إني بنصح إنه لازم نتاجر في البذور هاي لأنها إنتاجية، ولما بحثت عنها على النت إنه حتى كل حبة ملونة إلها فيتامين. طيب إذا ممكن خلنا نشوف مع بعض. تفضل. أحسن في حفظ السلام العمر الأصفر والأسود والأبيض، بيجي عندك كون برضو الصنف هذا في منه أزرق في منه أبيض، بيجي الصنف هنا نفس الصنف بيجي القزازي اللي هو مثل حبات اللول، برضو هون عندك الصنف يختلف عن الصنف الثاني، هذا في حبات اللول وبنوع من الصفار، بيجي عندك هنا الصنف الثاني طلع هنا أصفر وهنا في أسود، يعني بيجي عندك صنف هون الصنف هذا يعني بيختلف، عندك أصناف متعددة، ألوان جميع الألوان موجودة، ولسه في المنطقة الثانية عندك الأحمر هون مثلا، هذا تقريبا مثل حب الرمان برضو صنف، يعني أموره مرتبة وكويس وغذائي ومنتج. إني عندك الآن العرنوس هذا، لو أجيت العرنوس هذا مثلا تجمعه بطلع معك ما يقارب فوق 200 حبة، ها طبعا هذا عرنوس صغير لكن عندك أرانيس أكبر منه، والأمور ماشي كويس 100%، يعني إنتاجي أفضل من الذرة الثانية، أنا زرعت الذرة الثانية هيك يعني، بس كان هذا إنتاجه أفضل. يعني المرحلة القادمة راح يكون عندكم زراعة لمحاصيل بحيث تكون تجارية؟ والله إن شاء الله مشية الله، لأن عندك 10 دلومات إذا زرعت ونشحن عندك بزراعة 100 دلوم، 100 دلوم بذور إشي يعني بدك بالآلاف تزرع، لما يكون عندك 100 دلم تزرع ويطلع بذور، هاي بذور لا يستهان فيها بأطنان، 100 دلم بطلعن. أما الآن إحنا حصلنا إن شاء الله على 10 دلومات، 10 دلوماتين راح يكون التأسيس المشروع كامل والنجاح إن شاء الله. شايف برضو في عندك محصول جديد. محصول جديد، هذا جديد زرعته ما يقارب صار لي شهر، على أساس إني ألم أكبر عدد بذور قبل فصل الشتاء البرد، أبغى إن شاء الله خلال 1.5 شهر بكون أموره جاهزة. طبعا هذا المحصول الموجود الحالي من البذور متعددة الألوان، كله من عدة الألوان، ما زرعت أي نوع ذرة ثانية، ما ولا كل من عدة الألوان، هاي البذور يعني أكثر من هذول، هاي هذول اللي بيكون إن شاء الله اللي راح توقف لنا على حيننا بزراعة 10 دلومات. عشت لي ما يقارب 2 متر، يعني هاي طلع هي جربت بتنكة زرعت طلع قديش النمو تبعها، الآن هسه بتبلش تعطي، بقول الأمور الحمد لله كويس كثير، صح إنه إن شاء الله رب العالمين إنه قدرنا
نزرع العشر دونمات ويكون عندنا إنتاج وبذور لكل الوضع تبعنا إن شاء الله. الآن شايفين ألوان مختلفة. نعم. والبذور مختلفة تطلع أحمر أصفر أبيض. كيف تميزها اللون؟ بواسطة رأس العرنوس. رأس هاي حمراء. حمراء راح يكون فيها عدة ألوان. عدة ألوان أسود أبيض أحمر راح يكون فيها بين هي تلحالة يعني ظاهر أن ألوان عدة ألوان فيها. بتيجي هنا مثلا هاي بيضة بطلع بيها أصفر بطلع بيها كمان بطلع بيها أبيض بطلع بيها لولو بطلع حبات اللولو فبتبينها هاي نفس الإشي بطلع بيها هاي أصفر وطلع بيها أسود وبطلع بيها بنفسجي يعني حال شو اسمه بتطلع هون هي هاي هون إذا ظاهرة هي تطلع ألوانها يعني ظاهرة ما ظاهرة بطلع بيها عدة ألوان هاي مخصص عدة ألوان من الأسود وأبيض وأحمر وإلى آخره وهي نفس الإشي أما الساعات ما اكتمل نموه هذا الساعات بده كمان ثلاثة أسابيع حتى يكتمل النمو ويصير يفرع نمو تفريع جديدة بصير عاد يعطي حب جديد طبعا هذا طلق جديد وهي الأرانيس طالع عليه الآن بداية وهي هون لسه ما ظهر هذا لازم يظهر فيه الساعات مش أقل من 4 لو انتقلنا على الشتلة الثانية بتلاقي عليها أكثر من عرنوس تظل تبلش الآن تطلع الفروع جديدة لما بطلع الفرح هذا بنطلق الأربع فروع وكل فرع بكون عليه 4 حسب طبعا العناية والمي اللي بتتغذى منه هي ما شاء الله عليها رغم ان هذول مش مع لا مش مع الجيل هذا جيل لحاله هيك مزاجيه حطيته هياته هذا هو بعدين ببين انه حتى طلع على هون ببين انه هياته حمراء الوهله الاولى قد تبدو حبات من الخرز ولكنها في الحقيقه حبات من الذره طبيعي 100% من مزارع بلده صما في لواء الطيبة غرب مدينة إربد بصورة مذهلة وكأنها حبات من الجواهر.